السلام عليكم ومرحبا بكم محبي الزراعة. إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع يتعلق بزراعة الخضروات الصيفية. اخترنا محصول الباذنجان، سوف نتحدث عن كافة المراحل التي تمر من هذه الزراعة، سواء الاستثمار التجاري أو زراعة الاستهلاك الشخصي. كما تلاحظون زراعة الباذنجان بالحقول المكشوفة يمكننا زراعته بداية الربيع حتى أواخر الخريف. أول شيء نقوم به هو تشتيت البذور. بعد تشتيت البذور في المشتل نذهب مباشرة لتمهيد الأرض للزراعة من خلال الحارس ووضع المستمد العضوي وخراطيم الرغي بالتنقيط أو شبكة الري بالتنقيط، كذلك تغليف التربة. كما تلاحظون بعد ما قمنا بإعداد المساطر نقوم بتغليفها بالبلاستيك لمنع الأعشاب الضارة، وكذلك وضع خراطيم الري بالتنقيط أو ما يعرف بالجوتاجوت. المسافة بين الخطوط الزراعية 1 متر. كما تلاحظون داخل هذه المساطم نضع سماد عضوي أو المادة العضوية سواء أغنام أو الطيور، فهو أمر ضروري بالنسبة للزراعة التجارية وخاصة الأراضي ليست خصبة أو متوسطة الخصوبة، من أجل تقليل المصاريف وعدم إضافة أسمدة معدنية بنسب كبيرة. كذلك الري بالتنقيط ضروري بالنسبة لنبات الباذنجان. كما تلاحظون نضع خراطيم الري بالتنقيط من أجل ري الباذنجان أو محصول الباذنجان. يمكننا زراعته في مختلف أنواع الأراضي، تبدأ من الحمراء الرملية الصفراء إلى السوداء. كما تلاحظون خراطيم الري بالتنقيط نضعه في الوسط الخط الزراعي. كذلك نقوم بإرجاع التربة من كلا الجانبين كما تلاحظون على البلاستيك من أجل عدم إزالته أو تطايره مع الرياح. فهذه الطريقة فهي سهلة جدا، كذلك لمنع الأعشاب الضارة من النمو. كما تلاحظون مباشرة بعدها نبدأ بإعداد الثقوب أو زراعة الشتلات. كما تلاحظون نقوم بتقطيع البلاستيك، نضع المسافة بين الشتلات 40 سنتيمتر. بالنسبة لنبات الباذنجان 40 سنتيمتر نقوم بتخليفها كما تلاحظون من الجانب الأيمن والأيسر، وهكذا من أجل زراعة نبات الباذنجان. كذلك قبل الزراعة نقوم بري التربة بشكل جيد قبل زراعة النبات الباذنجان. كما تلاحظون طريقة الزراعة على هذا الشكل فهي سهلة جدا. هذا هو نبات الباذنجان بعدما قمنا بزراعته في المشتل وأصبح جاهزا للزراعة في الحقل الزراعي. مسافة بين الشتلات 40 سنتيمتر. كما تلاحظون نقوم بزراعة الشتلات، نقوم بأخذ الشتلة عندما تصبح جاهزة للزراعة نقوم بأخذها وزراعتها مباشرة في الحقل بعد ري التربة بشكل جيد. هذه الطريقة فهي سهلة جدا. نقوم بوضعها مباشرة في الخط الزراعي أو المصطبة الزراعي قريبا من خرطوم الري بالتنقيط. على هذه الطريقة فهي سهلة جدا، ونقوم بالضغط جيدا من أجل إزالة الهواء من التربة، وكذلك من أجل تثبيت الجذور كذلك على التربة. كما تلاحظون هذا هو خرطوم الري بالتنقيط، ويفضل زراعة نبات أو الشتلات في المساء أو في الصباح الباكر تجنب وقت الظهيرة إذا كانت الحرارة مرتفعة. هذه طريقة زراعة الشتلات على هذا النحو فهي سهلة جدا. على هذا النحو نقوم بإرجاع التربة من كلا الجوانب والضغط بشكل جيد وهكذا، ونقوم بريها قليلا. فهي الباذنجان في الأشهر الأولى أو المراحل الأولى لا يحتاج كمية كبيرة من الري على حسب الطقس المزروع فيه وكذلك نوعية التربة. هذه الطريقة من أجل زراعة الباذنجان على هذا النحو فهي سهلة جدا. بالنسبة لألف متر مربع تحتاج عدد شتلات 1000 شتلة. كما تلاحظون إذا قمنا بزراعة على مسافة 1 متر ما بين الخط الزراعي والمسافة بين الشتلات 40 سنتيمتر، ونقوم بري الباذنجان كلما دعت الضرورة على الأقل مرة في الأسبوع في المراحل الأولى. مباشرة بعد الزراعة ب15 يوما إلى 20 يبدأ مرحلة التسميد المعدني. كذلك سوف نتحدث عن هذه المرحلة بالتفصيل، ورش المبيدات الفطرية وكذلك العناية والرعاية. بالنسبة حصاد الباذنجان يمكننا حصاده ما بين 65 يوما إلى 75 يوما. كما تلاحظون طريقة الري على هذا
النحو كذلك فهو محصول زراعي مربح ذو إنتاجية وافرة وعالية، يمكن حصاده بشكل أسبوعي لمدة تتراوح 3 أشهر إلى 4 إذا اخترنا الصنف الجيد، وكذلك الرعاية الجيدة والسقي بانتظام. كما تلاحظون طريقة الري على هذا النحو في المراحل الأولى لا نقوم بزيادة كمية الماء، فعشرون دقيقة فهي كافية بالنسبة للسقي بالتنقيط على حسب نوعية التربة. وبالتوفيق في موضوع آخر حول الزراعة.